الخير. وكان اشتغل في الشركه دي 4000 بني ادم. 4000 بني ادم كنت اشتغلوا طباعه؟ لا دخلنا بقى في صناعات اخرى زي الورق، الكرتون، الزيوت، المسامير والصواميل، الجلود، البلاستيك. وبعدين دخلنا الحلم اكبر ان احنا نقيم مدينه في النبريه للشباب. تمام. ودخلت اشتريت 7000 فدان من الشركه العقاريه دي، حكومه، قطاع عام تبع وزاره الزراعه. اشتريت 7000 فدان. 7000 فدان. ركز معانا يا صلت عشان تعرف القصه دي، عشان احنا محتاجينك فيها يعني. سنه 85 و86 اشتريت 7000 فدان ب 31 مليون جنيه، وده كان رقم كبير جدا في الوقت ده. خدت ال 7000 فدان اتعملت عليهم مدينه. ابتدينا عملت معسكر شباب، يعني يمكن الاغنيه اللي حضرتك زحتها دي احد مشاكلي. احد مشاكلي لانها حمست الشباب. انا عملت معسكر شباب في مدينه الامل ل 7000 شاب. 7000 شاب عملوا ملحمه جميله جدا جدا جدا. سنه كام يا استاذ محمد؟ سنه 87. 87 زرعت ال 7000 فدان طبعا، و400 صوبه. و400 صوبه. تمام. الاهتمام البالغ من السفاره الامريكيه، الوجوم زارونا هناك، الاهتمام البالغ من الكونجرس الامريكي. الكونجرس تابعك كمان؟ طبعا طبعا. كانوا مهتمين بيك ليه الامريكان هنا السفاره؟ لانهم مش عايزين اي حد امين يعمر البلد دي. يعمر البلد دي وتنتج وتزرع وتشغل الشباب. تزرع قمح. تمام. تزرع قمح وتزرع اكلك وتزرع شغل. ده خطوط حمراء. خلي بالك ده يؤكد نظريه المؤامره الصلاه، واحنا مش بنتهم، لكن يؤكد نظريه المؤامره. يا عم دي مصالح امريكا بتدور على مصلحتها. ان الامريكان لا يريدوا بمصر. المفروض ان احنا كمصريين ندور على مصلحتنا يا عم. يا جمال، كامه عربيه ندور على مصلحتنا يا اخي. تمام. المفروض. طب ما النائب العام حقق معاك ليه وخد في اخر اللي حصل ان جالي مدير مكتب رئيس الوزراء في يناير 87 تمام، وقال لي الحكومه قررت القضاء على شركات توظيف الاموال. وكان في وزير. طب انت مالك ومال شركات توظيف الاموال؟ انت بتقول لي انك انت شركات مساهمه. قلت له كده، قال لي اسمك مكتوب. يعني قلت له انتوا بتضحكوا علينا، تقول لنا الصحوه الكبرى. الراجل ده شركه مساهمه. شركه مساهمه. قالوا له ايه هو الحق يا استاذ؟ في الزمره في الزحمه وحلني عبال ما يعرفوا ان ده محمد كمال. حلني. هم مش مره خدوا واحد اعرفه قبطي، واحد مسيحي نبيل زكي، والله العظيم خدوه على انه مسلم وارهابي جماعات اسلاميه. يقول لهم يا اولاد الكلب ده، انا ده الصليب اهو. يقولوا له يا ابني الكلب ده انت دقه لسه قبل ما تخش عندنا. قبل ما تخش يا راجل تقول كلمه حق. اتفضل. مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اللي موجود دلوقتي، راجل محترم وايديه الاثنين نضاف وذكر من الاخر. ما ده املنا الوحيد. النيابه العامه النهارده تختلف تماما عن اي وقت تاني. دولار يا جمال النائب العام لازم يشوف الورق ده. الجهاز المركزي للمحاسبات بتكليف من النائب العام عمل المركز المالي بتاعي في اول يوم من القضيه في 10/6/88. قال ان الاصول بتاعتي 102 مليون جنيه. 102 مليون جنيه ده من غير مصانع اوبروس اللي ب 55 مليون، من غير ال 9 مليون دولار اللي انا بعتهم للنائب العام واتسرقوا، من غير اي بيوع او اي جرات. بيقول لك الارض بتزرع بطاطس وبيصدروا بطاطس. ايوه بيصدروا بطاطس. وده ما شافش كيس شيبس حتى. لا يا راجل. ما هو بيقول لك العيال ما راحوش المدرسه. والله 12 سنه و11 سنه ما راح مدرسه ولا بيعرف يقرا ويكتب. يعمل ايه يا استاذ صلعت؟ طب ادونا شقه من شقق نسكن فيها. قول لي يا استاذ محمد، انت قبل البرنامج بدل ما يدوا قبل البرنامج شقه رشوه في قضيه الكراكات معروفه، الرقابه الاداريه مصوره صوت وصوره، منح شقه من شقق رشوه لرئيس هيئه الصرف الصحي في قضيه الكراكات. يا شباب انت